هلا والله. ليه ما انا ممكن بص داخل اقسم بالله داخل وكل حماس تمام، وعايزك من دلوقتي تحط لي تحدي كبسه. انا اتحداك تنزل بظهرك. طب ليه كده؟ انا قصدي على اللي يفوز ويخسر يعني. المهم يعني لا تنسى الضغط على زر لايك، وعشان انتوا تعملوا لايك وانتوا عشان تبقوا ناس لا اله الا الله. بص قول يا صاحبي، عايزه قول يا صاحبي، احكي لي يا صاحبي. هو ده تحدي تمام. يا نهارك اسود، قول لي يا انت لسه ورايا ولا؟ قول لي يا اسطى يا اسطى ولا ايه يا اسطى؟ الحاجه شبك لي ولا انت رحت فين؟ شبك لي استنى صاحبك ورب... لا ما تستناهوش. عم اقول لك شبك لي وانت مش عايز تشبك لي يا باشا. قلت لك ده تحدي، يخرب بيتك. طب انا عملت على مالك؟ انا ما عملتش، انا ما حسدتش لسه ما حسدتش. انا انفجرت عند التشيك بوينت. طب ما انا ما حسدتش، انا لسه ما حسدتش والله لسه يعني. انا ما اعرفش اصلا انت فين. انت نصيبك كده، يبقى انا ذنبي ايه بقى؟ ليه بقى ده انا كانت ماشيه معايا ام علي. ده علي 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 جاي لنا في الطيحه ديت. انا مش عارف ايه في جرب بيست. ايوه يا تامر، بص على الحاله، الله يخرب بيت عينك مره تانية يا عم. بقول لك ايوه يا تامر على غناك يا اسطى، عشان انت بتعرف تغني. انا احب الفيديو ده بيرسونال. فكك من تامر. ما عملتش حاجه. وبعدين انت مش لسه بتقول لي انا عايز العب فيديو جيمز او وور بيست؟ تعبت يا وور بيست. كل شويه شغل عايز العب اهو. قلت لك مابا مش عارفين نعدي اول عربيه اهو، عايز تاني باشا. انت قلت لي ايه؟ تحدي في ظهري، وانا اهو خاربها في ظهري. انت خاربها والنبي اوفي بقى اوفي. بص يا رب ما انفجر بقى. اهي الاخيره بليز. الله اكبر. بليز ممكن توفي بليز عشان خاطر. الله اكبر. طب بالله طيب ايه ده ايه الغدره دي؟ الغدرت. ورا ويرو جايه، الطياره جايه. ايه ده انت وقعت لوحدك يا عيني؟ بص صور. دي هعديها. ترهنوني اراهنكم. يلا تامر، اي ام يور براذر. انا ماليش براذر، ماي براذر ديد. خلاص راويرو. هو الكويت اللي بيتفرجوا ده. لو في كويتي كبس والنبي اي حاجه. بص اي حاجه اللي يجي منك حلو والله. بص ورا جاي لك ازاي. بص حرام والله. لا تكبس لا تكبس. انا نازل بسرعه يا القحطاني. حط استنى حط ايه؟ بص هدي نار بلاش دولار. قول لي انك فجرت. قول لي اي حاجه. مات في الاخر. ماشي الحمد لله. لو في قحطاني ابو خليل ابو وزه اي حاجه. لا بلاش ابو وزه، ده هتلاقي مصري. اي حد حط لنا اي حاجه كبس. بص اسكت. في ميزه الكومنتات بتحطوا عليها فلوس. حط فلوس ايه ده؟ اسمع، من يومين كنت بمحل الفيب، فقابلت واحد ماشي بيقول لي انا بتابعك وبشوف قناتك وكده ماشي وبحب فيديوهاتك. قول له في واحد معايا بيصور معايا اسمه وور بيست. ها وور بيست؟ اسمع، قلت له انت بتتابع وور بيست؟ قال لي لا انا بس بشوف فيديوهاتك انت. ليه؟ عزتكم. هو تقريبا دلوقتي بيشوفنا وكده، بقول له السلام عليكم. لو انت بتشوفنا ففي بيقول لك مره سوبر سانكس ماشي. قول بس عايز اوصل له رساله. بس قول حق ابو سلمان يسوي لي خصم على النكهات شو اسمه هذا. ها يا عم تنيل. بس برضه تنيل خنزار. انا وصلت يا عم اصلا اهو.
التيله مفيش حاجه بتحوى فيك والله ما في حاجه فيه. اعمل ايه تاني؟ الفيديو ده برصه بس ماشي. انا حاسس ان الطياره بتتغير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا صاحبي؟ انا التشيك بوينت اللي انا خدته وقع لي تحت بجد. لا لا بس ايه رايك في الطيحه بتاعت النهارده؟ الطيحه بتاعت النهارده لا حلوه حلوه وبرسوناليه. انا ما بجيبش حاجه وحشه يا تامر. انا ما بجيبش حاجه قول لي ان انت فجرت في الاخر. قول لي اولموست. قول لي اولموست. السلام عليكم. انا بحب بس الطياره هنا. يلا مع السلامه. انت بقى عين. انت لسه ايه ده ايه ده؟ نعدي فيها ازاي دي؟ لا اله الا الله. لا لا تعدي تعدي سهله سهله. اذا سهله وحلوه. سنعدي بالفيرست بيرسون. بالفيرست بيرسون. بالفيرست بيرسون. يا رب يا رب يا رب. اوبا لا ايه اللي بيحصل؟ العربيه العربيه هبقى انا لا شقلب يا نهار اخضر متلون. لا 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 لا. طب وراويرو انا عندي ليك سؤال بجد. اوكي انتوا دلوقتي في مصر بتقولوا حاجات يعني كتير زي مثلا ايه ده وار؟ ركز معايا يا اخويا. اه الفرق بين الازرق والاسود. بص هو والابيض احنا كمصريين بناخد اللون الاسود ده على اساس ان هو ايه فال وحش ماشي او ان هو حاجه وحشه حصلت يعني ماشي مع ان هو العكس يعني هو لون من الوان ربنا يعني عادي يعني بس احنا عندنا عادات وتقاليد غريبه يعني فاحنا أوكي يعني لما بنحب ان احنا نقول مثلا حاد ثانية واحدة. قول يا اخويا مالك؟ ثانية واحدة عشان أداء زبالة أوي النهاردة. ثانية واحدة. أيوه أنا أدائي أسوأ من باسم أقسم بديني الله. ماشي أنا وصلت المراحل الجديدة. طيب فبنقعد بنقول كده في حاجات كده. أنا أخدت العربية وانفجرت. تخيل. مش مهم مش مهم. أو أنت 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 بيحوق فيك. ما بيحوقش. لا اله الا الله يعني انا بحسده هو. طيب عين والنبي 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 ده اصبري. طيب اصبري 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 هجيب لك شوكليت 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 هجيب لك شوكليت. بص مستحيل انك تنزل معدول مستحيل. بليز 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 بليز. طيب خلاص طيب خلاص بقى يجب ان تتشقلب. بلاش بقى عشان ما ازعلش منك بقى. لا لا ازعل منك والله. يا اي ميد ات اي ميد ات. يا نهار اخضر. ثانية واحدة بس كده. لا ما تهزرش يا اسطى. ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ الراجل ده مش بروفيشنال اللي عامل الماب دي على فكرة. انت شايف انا نازل ازاي؟ انا عن نفسي انا شايف. يا عيني يا عيني ده وقع لوحده. يا جماعة لقد سقط. طيب دي الخنزقوره اللي جايه ديت والله لاج لكم والله 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 ولا تيم. وير ار يو؟ بص انا عملت حاجه في الموبايل. ايه ده استوى من انت كان حاطط طبق طير هنا. شوف شوف غدرني برمجه والله. عن طريق الموبايل غدرني. بقول لك ايه انت نازل بتتبهدل ليه كده؟ انا مش عاجبني نزلتك دي. مش عاجباني يا صاحبي. استعدلني. انا هطلع فوق بكرامتي ماليش دعوه بتامر. عشان ايه كتير عليا كتير. انا شفت حد فجر قدامي. ده كان انت؟ لا مش انا يعني. ده اصلا كان طياره ماشيه معاديه ورحت دخلت فيها كده. قلت لها يا بت معاك تصريح؟ قالت لي لا. لا يا تامر الجناح بتاعي وقع. ورينا هتسيطر ازاي. مسيطر. دو يو انفجرت؟ بص
هو ما ادانيش الاوبشن. اوكي This is it. Where is it؟ ايه ده انا مش خبطتك؟ فين اصلا؟ انا خبطتك. انا لسه طاير في الهوا اخويا. ازاي انا خبطتك؟ ما انا وقعت. ايوه ايزي. انت بتعمل ايه ورا؟ انا جاي يا صاحبي بغير العربيه، وجالي عربيه ميني كوبر او شبه الميني كوبر كده حاجه. انا بقالي ساعه بالميني كوبر بسببك يا ابني. الاحتراف ده مش لكل الناس. قلت لي انا مثلا نازل اهو، هقع اهو، هقع اهو. بليز بليز. بص 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 بص، العربيه دي بهدله بجد بهدله. انا شفتك بتقع قدامي، انا شفت تمام قدامي. انا قبل ما نبدا تصوير كنت بقول لك ايه، انا بجد بحب الفيديو جيمز ونفسي العب، بقالي كتير ما لعبتش صح. ايوه انا اسف ان انا قلت الكلمتين دول. وانا احب اعتذر لك برضه، عارف ليه؟ لان انا عديت الميني كوبر من اول مره. اقل واحد في مصر على فكره. لا اله الا الله. انت متخلف يا اسطى. يا رب. هو انت يا اسطى انت متخلف ليه يا عم؟ يا اسطى بيرز من الطياره يا اسطى في الارض. ايوه ده اللي كنت بقول لك عليه. والله لا اله الا الله. انا كنت جاي اوقعك والله، بس لقيت الدنيا لايس على وشك كفايه يعني. طب اعمل ايه؟ لو ناوي تنزل انزل براحتك، ليه العنف؟ انا عن نفسي انزل براحتك. انا كاحمد انا جيت من ورا خالص، رحت نطيت نطه كبيره، قعدت اتشقلب بال تحت. سلام عليكم. انا كنت بخطط ان انا انزل براحتي. انا معايا الصاروخ. زقني زقني زقني. يلا يلا. ها يعني زقني بس مش كده. كويسه جدا. ايوه بجد. انا لدرجه ان انا كنت انفجر. ايوه بس ما انفجرتش. بس اتبهدلت في الطريق اهو. انا عايز اقول لك ان انا هنزل عليك. ايه؟ لا 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 نو 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 بليز نو بليز نو بليز نو بليز نو بليز نو 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 نو. انا مش شايف حاجه من الشقلبات اللي بتشقلبها. يا عم انت قربت ان انت تنزل اصلا. بس صرخ. يا رب يا رب. يا والله ما شايف حاجه ورا، اقسم بالله. يلا فاضل واحده. يا رب ما انفجر يا رب. الحمد لله الحمد لله وصلت. بليز 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 بليز. ايه ده؟ بليز نو اي ام دونكي. بليز اي ام دونكي. بليز اي ام دونكي. اي ام بور. بيج دونكي. اي ام بور. بيج دونكي. بيج بيج. عدتها. هلفي هلفي. بص يا صرخ حلوه، بس لو انت دوست اي غلط هتتهان. لا اله الا الله لا اله الا الله. صاحب المبا احمر او متخلف ليه؟ طيب ليه براس من الطياره تحت الرمب اصلا؟ اطلع ازاي انا؟ انت معاك الصاروخ صح يعني ولا انا لسه ما خدتهاش؟ انا بحاول اوصل اصلا للتشيك بوينت. انا شايفك بتركن تامر. مش عارف اخدها. لا اله الا الله. ايوه ايوه ايوه. الحمد لله. ايه ده؟ انا غيرت العربيه وبقيت كويس ليه انفجر؟ بص انا جالي ايه؟ انت لو تشوف انا جالي على فكره. انا رحت فين؟ نطتك وحشه قوي قوي. بس انا جالي حاجه انا مش عارف هي دي هتوصل ولا لا. انا جالي ار في. عارف الار في؟ لا. بتتشقلب من اول ثلاث وحدات. وراوي تقريبا انا هنزل عليك. شايف في حاجه؟ في كتله، في كتله عربيات بتتهز. انا ده. الله مع السلامه يا تامر. تامر تامر الغزه دي عيش يا تامر. لا لا يا اسطى لا يا اسطى. ايوه والله فيها والله فيها فيها. يا رب فيها فيها والله. يا رب والله. لا 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 يا اخي الطياره دي عبيطه.
انا مش عايز اصدمك بس انا عديت الار دي من اول مره بقى. يا ابن الغداره يا ابن الغد. لا اله الا الله على صاحب ماب يا اخي يا خنزقور يا اللي عملت الماب. نطلع 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 ننزل ننزل اوف. انا والله ما اجي ناحيتك يا صاحبي عشان انت اخويا. انزل يا صاحبي انزل. اوعى تقول لي انا هنفجر. لا لا مش تنفجر يا صاحبي. عندي الموضوع انا كلمتهم مش هينفجروا. لا خلاص الموضوع عندي تاكيد. لا 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 الموضوع عندي بقول لك عيب. ما انفجرتش انا قلت لك الموضوع عندي. انت اطلب مني بعد كده قول لي. بص يا رب ما اوقع بس انا مش تاخر عليك بس انت عرفني قول لي. قول لي مثلا انا دلوقتي مش عايز انفجر ده قول لي وانا هبلغهم بالموضوع. يا اخي اقسم بالله التشيك بوينت اغرب تشيك بوينت في الحياه. ما انا بقول لك هو عبيط اللي عمل المال. بليز 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 بليز. ليه يا صاحبي ده انا سبتك من شويه. ده انا سبتك يا اخي. وبعدين انت شايف ما انا مستكش ما جيت فيك. ايوه بس كان عندك النيه كان عندك النيه. النيه كانت موجوده بصراحه. تعمل معايا الغلط. لماذا لماذا لماذا؟ طيب وبعدين مع التشيك بوينتات العبيطه دي انا مش عارف اجيبها. عارف اخد العربيه دي. If I fall, I fall. عدتها عدتها قلبي my heart. الحمد لله الحمد لله. يلا بص يا باشا انا هعمل نفس الحركة السرية. ايه؟ هعمل حركة سرية. انت جالك الار في يا عيني. انا ممكن اجي ازعلك يا صاحبي على فكرة بالطيارة دلوقتي. ايه ده؟ وده اسمه كرفان؟ يا عم اسمه ار في. يا رب. اهم. العفو عند المقدرة. ماشي خلاص. عشان بس انت ايه راجل محترم وابوك راجل محترم. الحمد لله. عارف ابوك راجل مش عارف كنت زاني عملت اكل غلط لان انت راجل ابوك راجل. بص في ميزان حسناتك. كويتو يا نهار اسود. لا 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 حرام. بليز 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 بليز. حركة سريعة ثاني. بليز. نو نو لماذا لماذا انا انفجرت يا اسطى. انفجرت يا اسطى على اخر واحده يا اسطى. ذا لاست وان. بقول لك هتاخدني معاك. لا مع السلامه انا بطير دلوقتي مش فاضي والله. ماشي يا ليلي اي اكسبلود لاست وان بقول لك. لا 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 انا في اول عربيه انفجرت في الاخير مش في الاخيره اللي هو وصلت خلاص الرامب بتاع تشيك بوينت. نو لا بس هو حاطط حركة اللي هي الحاجة الصفرة دي اللي حاططها عشان تفضل العربية تتشقلب معاك. اقسم بالله افضل لقطة اتعملت في تاريخ جي تي اي حصلت دلوقتي. خدها خدها لقطة. ازاي كده يا برود العربية يا الله. الار في يا باشا جبتها من اول واحدة ولا يزيني اي حاجة عشان احنا جامدين. وي ار سترونج. اخيرا التشيك بوينت معدوله. عملها ازاي؟ هو فين الرام؟ طيب انا نصحت ليك في الار في هدي السرعه. خليك انا مهدي. هو والله مهدي اقسم بالله بهدي. خليك بس جنبي. بص برضه بتتشقلب. هي هتيجي هب. السلام عليكم يا صاحبي. اهو اهو نازل سحسله. ايه سحسله سحسله. هاي ماشي. انت ما تعرفش تستحسلها؟ عمرك تستحسلت يا ور؟ لا والله يا صاحبي والله العظيم ولا حد قال لي. لا لا انت لازم تستحسل. عارف يا رب ما انفجر يا رب دي الاخيره يا رب. عارف لو حد قال لي تعالى تسحلل والله ما اقول له لا. تسحسل اي اللي انت قلتها دي بس ما حدش قال لي يعني ما
يا عم طيري طيري. بالمناسبة يعني بما ان انت بتقول كلمة مش مفهومة اقول لك على موقف وده حقيقي ماشي. في مرة كان عندي ستريم بطولة ماشي كنت بعلق عليه ايه وانا في وسط البطولة لاحظت ان اللي بيتفرجوا انا شايف الشات قدامي عمالين بيكتبوا لي بالروسي فايه بيكتبوا كلمة بالانجليش معناها ان انت حلو وجميل وان انت تعليقك حلو بالانجليش معناها كده. فانا فرحان طول الستريم ازاي الناس بتحبني قوي كده. ايوه فواحد قال لي على فكرة هما بيشتموك بالروسي فانا ما صدقتش فاخدني الفضول بعد ما خلصت ستريم ترجم الكلمة لقيتهم بيقولوا لي حاجات حلوة قوي بس مش هينفع اقولها. فتنسوش تعمل لايك تشتركوا في القناة انت مشتركتوش تفعلوا زر الجرس شوفوني على خاين ماشي والله خاين طرب.